السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده الموجه للمامز، علشان إن شاء الله هنعمل وجهة نظر أو بنعرض لكم منهج الترم الثاني من كتاب الأضواء جيم بإذن الله. بس للكتاب الأول الابتدائي والثاني الابتدائي الاثنين مع بعض في نفس الفيديو. بذكركم إن مع قناة الإنجليزي أسهل مع مستر رسامي، لسه ما شرفناش بانضمامه، إن شرفنا بانضمامه لينا عن طريق الضغط على الزر الأحمر سبسكرايب الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلك الجديد بتاعنا وصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة وإعجاب بالصفحة وعلى الانستجرام باسم سراسامي 825، الأرقام 825 مكتوب بالإنجليش جنب الاسم مكتوب بالإنجليش. تعالوا نسمي الله ونشوف كتاب الأضواء جيم عرض لنا المنهج بإزاي، والكتاب كل كتاب عبارة عن محتوياته إيه وهو كام كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا كده نشوف كتاب كتاب. أول حاجة كتاب هو عبارة عن كتابين، كتاب الشرح الأساسي اللي معانا وكتاب التقويم المستمر. تعالوا نفتح كتاب الشرح كده ونشوف هو متناول الوحدة الأولى إزاي، وبالتالي بقية الوحدات هتبقى بنفس تناوله للوحدة الأولى. الكتاب في أوله متناول مراجعة على الحروف الكابيتال والسمول وكل كلمة منها، وإزاي الطفل يتدرب على كتابة الكلمة مع الحرف مع وجود كلمة بتدل عليها. أكيد كده واضح لكم بالشكل ده. طيب بنقلب بعد كده الصفحة، بيكمل بقية تلك الحروف بالكلمات زي ما انتوا شايفين، وبعدين بعد كده بيبدأ يتناول الأرقام، بيتناول بعد كده الأرقام معانا، وبنبدأ نقلب لغاية لما نوصل للشخصيات اللي معانا في المنهج السنة دي. وبعدين بيقسم لنا إن أنا عندي فكرتين. الفكرة الأولى بتتكلم على how the world works، كيف يعمل العالم، وبدأ بعد كده بالوحدة الأولى منه وجايب الأهداف بتاعتها. تعالوا كده نشوف عرضها ازاي. عرض الوحدة بان هو جايب لنا في الاول listening and speaking، نستمع ونتحدث عن طريق، جايب المحادثة في الاول وبعدين تناول الكلمات المهمة عن المحادثة او على المحادثة. بعد كده عمل تدريبات او انشطة على الجزئية دي زي ما انتوا شايفينها اهو، وبعدين بدأ يتكلم على اللانجوج اللي هي جزئية الجرامر اللي موجودة عندهم، وبعدين بدأ يعمل تدريبات عليها كل دي تدريبات، وبعدين بدأ يتكلم على الدرسين التاني والتالت، يتكلم برضو على الكلمات اللي هو محتاجها فيها، وبعدين بدأ يدي تدريبات برضو عليها زي ما انتوا شايفين اهو. وبعدين جينا الدرس الرابع بدأ برضو يتكلم عليه على الكلام اللي مفروض يسمعوه ويبدأوا يكتبوه، وبعدين بدأ يدي تدريبات عليها. جينا للدرس الخامس برضو الكلمات المهمة، وبعد الكلمات المهمة بدأ يتكلم التدريبات على الدرس الخامس، عمل مراجعة كاملة على الوحدة، وبعدين بدأ يدي تدريبات على الوحدة ككل. تمام، أي كل دي تدريبات على الوحدة، وبعدين خلصها وبدأ في الوحدة اللي بعدها. الوحدة معانا هي الوحدة اللي بتتكلم على الستوري، القصة اللي معانا. القصة هو عارضها ازاي؟ عارضها بانه هو جاي في الاول كلمات المهمة بالشخصيات وبالمشاعر والعواطف بتاعت الاحداث القصة، وجاي بعد كده اسئلة على الجزئية بتاعتها دي اللي هو عارضها بتاعت المشاعر والشخصيات، وبعدين بدأ يحكي القصة زي ما انتم شايفين معانا كده، تناول حكاية القصة، وبعدين بدأ يجيب العناصر بتاعة القصة من شخصيات وحدوتة، وبعدين جاب أسئلة عليها، وبعدين بعد كده بدأ يتكلم على جزئية تانية من القصة كأسئلة. وذاكر الكتاب خالص، جايب الورقة دي اللي هي عبارة عن مجموعة من الاستيكرز بيتلزق كتشجيع للطالب أو الطالب. طيب تعالوا كمان، هي بتتلزق فين؟ في بتتلزق في ملحق التقويم المستمر في الكتاب الثاني اللي جاي معاه. تعالوا نفتحه ونطلع عليه. الكتاب التقويم المستمر ده عبارة عن ايه؟ عبارة في الاول جايب لنا مقسمة هوت الوحدات او اليونتس، بدأ بالوحدة الاولى في الترم الثاني اللي هي الوحدة العشرة، بدأ فيها جايب حفظ الكلمات اللي المفروض تتحفظ، والطالب المفروض يقعد يكتب الكلمة يكررها كذا مرة عشان تتحفظ.
ده كل ده على كل الوحدات. وليكن مثلا ناخد المثال على الوحدة العشرة، أداة كلمات وإزاي الطالب يقعد يحفظها وبعدين ويعملها كواجب، والجمل المهمة زي ما انتوا شايفين عشان يتدرب على كتابتها. بعد كده جاب جزئية الإملاء، ده الأم أو الأب بيملم وهو بيكتب الكلمة. وبعدين بدأ يعمل تدريب على الوحدة غير التدريبات اللي كنا شايفينها في الكتاب الأساسي، ده تدريب تاني في الكتاب التقويم المستمر، وكمان في الآخر تقييم ليه عشان يقيم ويعرف هو مستواه ايه، وبعدها يدخل في الوحدة اللي بعدها. بالنسبة للجزء الثاني، الجزء الثاني عبارة عن كلمات المنهج كلها متجمعة زي ما انتوا شايفين، وبعدين كمان دي كل المنهج كل الوحدات. وبعدين بدأ بعدها جزئية الفونكس الصوتيات برضو مجمعها للوحدات كلها، وبعدها برضو جمع لنا بعد كده بيتكلم على مجمع الوظائف اللغوية بتاعة المنهج كله متجمعة في الورق ده. وفي الآخر خالص بدأ يدي امتحانات على المنهج كله شامل كل الحاجات اللي هو درسها وشرحها في المنهج ككل كده لغاية آخر الكتاب. طبعا كذا نموذج لغاية آخر الكتاب. طبعا آخر صفحة دي، آخر صفحة اللي انتوا شايفينها دي بيبدأ الطالب يحسب ويبدأ يقيم نفسه ويشوف مستواه في كل وحدة. يعني الاختبار الأول عمل ايه، الاختبار التاني كان اكسلنت ممتاز ولا فيري جود ولا جود، وهكذا. وفي الآخر بيدي لنفسه تقدير في الآخر. طيب ده بالنسبة للصف الأول الابتدائي. تعالوا بقى نشوف الصف التاني الابتدائي. الصف التاني الابتدائي برضو عبارة عن كتابين. حاجة في الكتاب زي ما انتوا شايفين ان الكتاب جاي بالفهرس مقسم لنا ان انا عندي فكرتين، الفكرة الاولى فيها 3 وحدات والفكرة التانية فيها 3 وحدات، ده غير الستوري او القصة اللي موجودة. وطبعا بتذكركم زي ما قلنا لكم في الترم الاول ان في كود دلوقتي بقى سهل او تطبيق بننزله ونعمل نكتب عليه الكود، وبيبقى فيه مجموعة من الشرح والفيديوهات جميلة على التطبيق ده. طيب بعد كده طبعا بنبدأ نشوف يعرض المنهج ازاي وعرض الوحدة الاولى ازاي معانا. ادى كده الفكرة الاولى اهي، بدأ فيها بقى متكلم على الوحدة الاولى في الترم الثاني اللي هي يونت 7 الوحدة السبعة. تعالوا نشوف اول حاجة بدأها برضو اللي هو جزئية الاستماع والتحدث المحادثة، جايب الكلمات المهمة عليها، جايب بعد كده تدريبات زي ما انتوا شايفين كل دي تدريبات. بعد كده جاب جزئية القواعد وبعدين عمل عليها تدريبات، وبعدين دخل في الدرس الثاني بدأ قراية الجزئية دي بتاعت الدرس، وبدأ يجيب الجزء اللي هتتكتب يتدرب الكتابة عليها، وعمل تدريبات على الجزء اللي المفروض يتعلم الطالب يكتبه. وبعد كده دخل في الدرس الثالث وجاب الأجزاء المهمة فيه. وبعدين بعد كده بدأ يتكلم على الدرس الرابع جزئية الفونكس الصوتيات والرايتنج اللي فيه، شرح الكلمات فيه اللي بتيجي بتتنطق كل صوت ازاي، وبعدين جاب تدريبات عليها زي ما انتوا شايفين جايب بقية التدريبات. وبعدين دخل في الستوري اللي على الدرس الخامس، القصة اللي في الدرس الخامس بعد ما قعد يحكيها بدأ يجيب تدريبات على القصة زي ما انتوا شايفين معانا. وبعد كده في الاخر عمل مراجعة كاملة او شاملة على الوحدة بان هو جمع الكلمات والفونكس الصوتيات والمواضيع الخاصة بيها، وكمان بدأ يجيب بعد كده اكتيفيتي او تدريبات على الوحدة الشاملة. وفي الاخر عمل جزء فن للمرح وبدأ بعدها في الوحدة اللي بعدها. اخر الكتاب بتاع الشرح عرض لنا الستوري او القصة اللي موجودة عندهم في المنهج، وعرض الكلمات اللي موجودة المهمة اللي موجودة في القصة، وبعدين وعرض كمان الشخصيات والمكان اللي هي الجوانب كل الجوانب الخاصة بالقصة. بعد كده تناول القصة نفسها الستوري نفسها وبدأ يعرضها، و جاب الكلمات زي ما انتوا شايفين الكلمات الصعبة موضحها أسفل الحوار بتاع القصة. بعد كده جاب التدريبات على القصة، ودي آخر حاجة موجودة
آخر الكتاب، جاب تدريبات على القصة، ودي آخر حاجة موجودة في الكتاب. وآخر حاجة كمان هي الستيكرز ده اللي احنا كمان بنستخدمه أو الطالب بيستخدمه علشان يستخدمه في كراسة التقويم المستمر. طيب تعالوا نفتح بقى كراسة التقويم المستمر ونشوف هي عبارة عن ايه أو محتواها ايه. أول حاجة أنا عندي المحتوى بتاعها طبعا واضح في الفهرس اللي موجود في الأول، بس تعالوا نشوفه في الصفحات نفسها. أول حاجة طبعا عندي حفظ الكلمات بكتابتها، وعندي الكلمات على كل وحدة زي ما انتوا شايفين الوحدة السابعة اهو يونت 7، جايب الكلمات كلها اللي عليها عشان الطفل أو الطالب يحلها ويحفظ كلماتها ويتدرب على كتابتها كمان. ولو كمان جزئية الديكتيشن الإملاء سواء المامز أو الأبهات حد أكبر منهم يمليهم الكلمات اللي المفروض يكتبوها، في الآخر مراجعة على الوحدة، وكمان يقيم نفسه في آخر الوحدة ويبدأ في الوحدة اللي بعدها. ده الجزء الأول. نمشي بقى كده مع كل الوحدات بنفس الطريقة دي لغاية لما يخلصوا الوحدات اللي عندهم في المنهج. كمان بعد كل 3 وحدات في امتحانات بتبقى على ال3 وحدات اللي خلصهم بيتعمل عليهم في الكتاب امتحانات. طيب تعالوا كمان نشوف بقى كمان عامل لنا ايه خاص بالقصة، عامل ملخص عن القصة هنا، شايفين ملخص عن القصة وجايب عليه كمان اسئلة اهي. وبعد كده بدأ يعمل فاينل ريفيجن، مراجعة، عامل مراجعة بقى على الكلمات جايبها كلها بتاعت كل وحدة، وكمان على جزئية الصوتيات الفونكس، وعلى جزئية كمان الوظائف اللغوية language functions، وفي الآخر جايب الامتحانات على المنهج كله كأسئلة شاملة كذا امتحان طبعا لغاية آخر الكتاب. بكده خلصنا مع بعض عرض محتويات كتاب جيم الأضواء للصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي. دمتم في أمان الله.